اخدكم معايا رحله لصيد اخطر الثعابين السامه في مصر. انا سامي، 22 سنه، من ابرواج جيزه. هوايتي صيد الزواحف والثعابين لاجل البحث العلمي. اوقات كتير الناس بتهرب من خطر، بس انا بجرب منه لانه بالنسبه لي هوايه، وانا الحمد لله اعرف الانواع السامه والغير سامه، وبصطاد عن طريق الاثر وتتبع الاثر، وده اتعلمته عن طريق والدي. اوقات كتير ممكن نصطاد ثعبان واتنين وتلاتة واربعة بسرعة، وممكن كمان نقعد شهور، ممكن نقعد اسابيع، لان الموضوع مش سهل زي ما الناس متوقعة، لان انت بتبقى مرتبط باتفاق مع دكاترة ومع ناس في البحث العلمي، ولازم تجيب لهم الحاجة اللي هم طالبينها منك. وطبعا في انواع غير مستهدفة او غير سامة، وانا مش شغال فيها، انا شغال فقط في الانواع السامة اللي بيستخرجوا منها السموم من اجل البحث العلمي. بصوا كده يا جماعة، انا وجدت ثعبان من اجمل الثعابين اللي انتم ممكن تشوفوها بحياتكم، ثعبان القط او ثعبان الجداري. ثعبان ده نادر جدا وجميل جدا فوق ما تتخيلوا. الثعبان دي بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده نفس هجوم حركه الالاكوندا او الاصل العملاقه، لكن الثعبان دي غير سام على البشر، عنده غدد سميه ضعيفه جدا ممكن تسبب لك سخونيه او تعب بسيط، لكن مش لدرجه ان هي تقتلك او تموتك. الثعبان دي جميل فوق ما تتخيلوا، يا ريت يا ريت يا ريت جدا كمان محدش يقتله، وتحافظوا على الانواع دي، عشان وقسما بالله وقسما بالله كمان مره اولادكم هيجوا يوم وهيشتروا الحاجات دي من بره من الاجانب، وهيشتروها بسعر غالي جدا، لان دي تراث بلدك. زي ما هم بيحافظوا على حيواناتهم، انت كمان حافظ على حيواناتك، لانها اقسم بالله حاجه جميله جدا، وما يعرفها ويفهمها الا الناس اللي بتفهم في الحيوانات وبتفهم في الوعي والبيئه. زي ما انتوا شايفين الثعبان بيهاجمني، يعني هو محسسني اللي هو طرزان، وهو كله ما يجيش قد سجارة. انا مش عارف انا مغرور على ايه دي، ولا نافخ نفسه علينا على ايه دي. طبعا الثعبان ده حجمه صغير ومهدد بالانقراض، فانا هسيبه تاني في الطبيعه، مع انه شكله جميل جدا، يعني حاجه جميله، بس انا لو خدته او حد خده من الطبيعه هيفرده اكتر ما هو منقرض، ووجوده في الطبيعه يكون افضل بكتير، لانه في اعداد منه قليله جدا. تمام، يلا نمشي بعيد عنه عشان نسيبه في مكانه. عاوزين ندور على حاجة، اللي انا الهدف اللي احنا جايين عشانه. تعبان جميل بجد، يعني انا مستمتع وانا لما شفته كده، لان الاعداد منه قليلة جدا في الوطن العربي. السلاح بتاعي مفيش احسن من الجو، بيكون جميل كده ونقي، شايفين السماء، يعني حاجه وهم. انا بستمتع جدا بالجو ده،
طبعا انا شوية كده وهنروح ناكل، هوريكو تفاصيل يومي عاملة ازاي، هوريكو طريقة اكلي، انا باكل ايه بشرب ايه، ولو اصطدت حاجة تانية هنزلها لكم. يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة، ده يكون تشجيع لينا عشان ننزل فيديوهات جديدة وباستمرار. طبعا المكان ده مكان ظل، هقعد ارتاح فيه شوية. تعرفوا اللي انا جعان، في الصحراء ممكن تاكل قد حمار، ممكن تاكل قد كلب، ممكن تاكل قد ناموسة، لانك دايما بتحرق فبتجوع، مع اني مهما باكل ما بتخنش، بس يعني لازم انت تاكل. تمام، استمتاع الصحراء او استمتاع الصيد، اللي انت بتتعرف على كل يوم على اشكال جديدة، بتتعرف على ناس محترمة جدا وناس وحشة، ناس بتساعدك وناس بتبقى عايزة اللي هي تسرقك او تخدعك، ف يعني دي اكل متعة. انا بحس ان دي اكل مغامرة في الموضوع، التعامل مع الكائنات السامة دي تعامل يعني مش عايز اقول لكم فوق الخطر، لانك ممكن في لحظة واحدة تموت، ولو مت محدش مش هتلاقي نجدة، مش هتلاقي حد ينفعك، يعني كده كده لو انت مت خلاص مع السلامة، محدش هيطلعك، هتموت في مكانك، لانك لو تعرضت للدغ فاحتمال كبير ان انت تموت وانت في الصحراء. افضل حاجه برضو في الصحراء اللي هي الهدوء، يعني بحس بهدوء يعني قوي جدا، بيخليني يعني احس بانتعاش كده، بعيد عن البشر، بعيد عن الدوشه، بعيد عن اي حاجه، يعني بنام في الصحراء بصحى فايق، بيحصل حاجات كتير غلط، يعني بسجع، بيجابني مغامرات خطر جدا، يعني كذا مرة الديب ياكل الاكل اللي معايا، ياخد العيش بعيد ويبهدله لي، يعني بتعامل مع حاجات يعني دايما بكون انا الخسران. اوقات كتير الناموس ما بينيمنيش طول الليل، يعني الناموس ده اصلا لوحده مصيبة. تمام، كفاية كلام، يلا يا جماعة عشان ناكل، هوريكم افضل اكلة ممكن تشوفوها في حياتكم واطعم اكلة في الدنيا، وهنعمل فيه كبسة. طبعا احنا كده انتهينا من الاكل اهي زي ما انتم شايفين. طبعا عامه الاكله ديك من ألذ الاكلات اللي انت ممكن تاكلها في حياتك، غنيه بالبروتينات، والاكل اللي انت تحبه برتقانات، برتقانات بالسمنه. بص يا زياد، حط بعيد ده، هل انت عاجبك؟ مش عارفين نقعد، مش عارفين نقعد، طب
طفي البكران ده بجد اثنين ولا واحد. الحمد لله يا جماعه الاكله كانت جميله جدا. انا ما كنتش متوقع الاكل بالجمال ده، يعني حاجه وهم. الوقت احنا مستنين الشاي، طبعا الشاي هنا مختلف عن الشاي اللي في اي مكان في الدنيا، لانه الشاي بيكون معمول على الولعه او على الفحم، فبيكون ليه ملذة كده غريبه ما يعرفهاش غير الناس البدو. اما الناس بتوع بابي ومامي دولك ما يعرفوش ياكلوه وما يعرفوش يشربوه. مش عايزكم لا. زي ما انتوا شايفين ديك اثار حية مقرنة او طريشة، زي ما انتوا شايفين الخطوط ديك، الخطوط ديك بتكون في بطنها تمام وهي طالعة كده. وزي ما انتوا شايفين زي ما قلت لكم الخطوط ديك هي اثارها، انا متابع الاثر تمام. هي نزلت كده زي ما انتوا شايفين نزلت لتحت. عموما هو مفيش غير الشجره الكبيره ديك، الشجره ديك بتطلع في الصحراء تمام، ومفيش حاجه جنبها غير جحر واحد اللي هو الجحر ده لو انتوا شايفينه، وتقريبا اثرها على الجحر اثرها اللي هو ده. كده اخد نفسي. بصوا يا شباب العصايه ديك ضعيفه، وكان معايا عصايه تقريبا نسيتها في مكان. حياه مقرنه حجمها ضخم جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي خطر جدا، ممكن تقتل انسان او تقتل حيوان بسهولة جدا. عندها سم قوي جدا بيجلط الدم، ممكن يكون سبب اللي هو يبتلك جزء من اجزاء جسمك، ده لو لا قدر الله اتلدغت منها ممكن تموت، وممكن تقطع ايدك او رجلك او اي حاجة في جسمك عشان تصحى من لدغتها. عندها انياب طويلة جدا وقوية. طبعا انا هطلعها من هنا عشان اوريها لكم في الوضوح برا. بصوا دي اكتر طريقة بطلعها بيها.
طبعا النطة بتاعتها مش طويلة جدا، يعني انا بالقرب منها جدا خالص، نطتها حوالي 50 سنتي، بتنط على قد حجم جسمها. هو احنا ممكن نموت يوم من الايام بسبب التعابين السامة ديك؟ الواحد حاسس ان هو هيجي له يوم ويموت.